أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نطالع في المدى، الأمم المتحدة 5000 عائلة نزحت من الموصل خلال 2018. وفي الزمن نطالع على العمليات العسكرية داخل العراق مرهونة بموافقة بغداد. وفي العرب اللندنية نشر تحت عنوان حيدر العبادي يحاول تفادي ضربة تركية مربكة له في سنجار. وفي القدس العربي نقرأ دمشق وموسكو تهددان بهجوم على دوما ما لم ينسحب مقاتل المعارضة. وفي العرب الجديد غوتيريس يدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا للجنائيات الدولية. ونقرأ في الشرق الأوسط كيم من بكين يتعهد بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي. وأخيرا وليس آخرا نطالع في موقع الخليج أونلاين، الناتو ينضم لمعاقبي روسيا ويطرد 7 من دبلوماسيها. أهلا بكم. بعد الإعلان، أعلن القوات التركية سيطرتها الكاملة على مدينة عفرين، تتجه الأنظار حاليا إلى الخطوة التركية المقبلة، إما من بج غرب نهر الفرات في سوريا أو سنجار شمالي غربي العراق، وفي انتظار رد واشنطن على مطالب أنقرة بالتنسيق بخصوص منبج. يبدو أن سنجار باتت لها الأولوية في قائمة الأهداف التركية. سعيد الحاج يرى في موقع الجزيرة نت أن تصريحات أردوغان بشأن قضاء سنجار بما تضمنته من تهديد معلن وإصرار واضح سرعت عملية انسحاب عناصر الكردستاني من سنجار نحو جبال قنديل والحدود السورية، وهو الأمر الذي يقلق ويقلل بالأحرى من احتمالية القيام بعملية عسكرية تركية هناك. عمليا لا يبدو أن خبر الانسحاب قد طمأن أنقرة كثيرا، حيث نقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤولين حكوميين أتراك إن انسحاب الكردستاني مجرد مناورة أو خدعة، وأنه سيبقى في المنطقة تحت مسمى قوات مقاومة شينكال. ليس مرجحاً أن تقوم تركيا بعملية عسكرية برية موسعة في سنجار على غرار عملية غصن الزيتون في عفرين، إذ ثمة اختلافات جوهرية بين المنطقتين والبلدين. ميدانياً وعسكرياً تبعد سنجار نحو 100 كيلومتر عن الحدود التركية، ونحو 80 كيلومترا من معسكر بعشيقة الذي توجد فيه قوات تركية شمال الموصل. ويعني ذلك أن أي عملية عسكرية برية ستكون بالغة التعقيد وتحتاج للتنسيق والتعاون مع حكومتي أربيل وبغداد، حيث يفترض أن تقطع تلك القوات مساحات واسعة بأراضي الطرفين خصوصا كردستان العراق، وتضيف تضاريس المنطقة تعقيداً بسبب وعورتها وقربها من جبل سنجار ومحاذاتها للحدود السورية. ما يطمئن تركيا جزئياً بخصوص سنجار هو أن كل من بغداد وأربيل تشاركانها رفض وجود العمال الكردستاني فيها، ولذا فخيار أنقرة الأول الذي تحاول إقناع بغداد به هو أن تتكفل هي بإخراج الكردستاني دون أي تدخل تركي مباشر. الكاتب يرى أن رفض بغداد إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني أو فشلها فيه أو رأته أنقرة غير كاف، فإن أي عمل عسكري مشترك بينهما سيعتمد على تقدير فرص نجاح تلك العملية المفترضة وجدولها الزمني ومدى تأثيرها على الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحيث يصار إلى إنهائها قبل الانتخابات للاستفادة من نتائجها. وأما احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية واسعة في العراق بشكل أحادي ومنفرد فيبقى أمرا مستبعدا جدا وفق المعادلة الحالية، ولا يبدو أن أنقرة ستحتاج إليه في ظل الإشارات التي صدرت عن بغداد.
في 12 من شهر آيار المقبل يخوض العراق انتخابات برلمانية هي الأكثر تأثيرا على مستقبل العملية السياسية ما بعد 2003، فقد فرضت ظروفها الداخلية والخارجية على القوى السياسية العراقية إعادة القراءة لمواقفها وموقعها في خريطة التوازنات السياسية الداخلية، حيث من المرجح أن تفرض نتائجها إعادة تشكيل الواقع السياسي العراقي العام بشكل عام ضمن ضوابط جديدة متصلة بتحولات إقليمية ودولية ستؤثر بشكل كبير على العراق وجواره العربي والإقليمي. هذا ما أشار إليه الكاتب مصطفى في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط. طهران تمارس أعلى درجات ضبط النفس الذي تطلق عليه عادة مصطلح الصبر الاستراتيجي الذي ستستمر في تطبيقه حتى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات إلى أن يتم تكليف رئيس جديد للوزراء، فالمرحلة المقبلة تفرض عليها العمل من أجل الحفاظ على مكاسبها الجيوسياسية الضخمة في العراق. فطهران التي فشلت في تشكيل ائتلاف انتخابي واسع يفوز بأكبر عدد من المقاعد في مواجهة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، تحاول الوصول عبر من تبقى لها من حلفاء في ائتلاف الفتح، الحشد الشعبي وكتلة دولة القانون إلى كتلة برلمانية وازنة تؤمن لها حضوراً قوياً على طاولة المفاوضات لاختيار رئيس جديد للوزراء والمشاركة في توزيع الحصص داخل الحكومة. والمفارقة أن طهران التي تتلمس يوماً بعد يوم ترهل دورها في العراق وعجزها في فرض أجندتها، أرسلت مندوبها السامي الجنرال قاسم سليماني منذ أسابيع إلى بغداد في مهمة استطلاعية لمرحلة ما بعد الانتخابات، بغض النظر عن الأرقام التي ستحصل عليها الكتل الشيعية المتنافسة، للبحث مع الحلفاء الموثوقين في كيفية منع حيدر العبادي من الوصول إلى دورة ثانية. الكاتب يقول إنه في 12 من مايو المقبل من المفترض أن يتابع قاسم سليماني الأحداث الإقليمية والعالمية عبر شاشتين، واحدة ترصد سير الانتخابات البرلمانية العراقية والأخرى تتابع جلسة الكونغرس الأمريكي حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، وهو يعلم جيدا ومتيقنا مدى انعكاس الثاني على المتغيرات الداخلية العراقية والتحولات الإقليمية والدولية في التعاطي معها، ما يفرض تأقلما إيرانيا مع تحولات العراق وثوابته، حيث لا خيار أمام طهران إلا القبول مجبرة بالعبادة. لم تكد أنباء الخروقات الأمنية التي حدثت في كركوك أخيراً أن تصل بغداد حتى شرعت ماكينات سياسية ودعائية بترويج فكرة تحميل رئيس الوزراء حيدر العبادي المسؤولية لإعلانه نهاية العمليات العسكرية ومحاولة استثماره النصر العسكري انتخابياً. مشرق عباس يرى في صحيفة الحياة أن المنطق السياسي في العراق مختلف تماماً عن المنطق الشعبي، ففي الشارع يضع الناس أيديهم على قلوبهم مع اقتراب موسم الانتخابات متوقعين المزيد من الانهيارات الأمنية. تحركات العبادي السياسية التي لاقت تأييداً شعبياً واسعاً في مقابل اعتراضات داخلية وإقليمية تواجه اليوم تحديات وعقبات وممانعات حقيقية قد تطيح بالإنجاز الأمني برمته. العبادي وأصدقاؤه المنبطحون كما أطلق عليهم تيار الممانعة المقرب من إيران والداعي إلى فتح الحرب على الجميع ومع الجميع باتوا أكثر جرأة في الحديث عن خيارات العراق الذي بحاجة إلى استحضار توازنات الحرب الناجحة. متغيرات إدارة ترامب الأخيرة كان صداها في العراق أكبر حتى من واشنطن، خصوصاً مع بروز تكهنات حول نية الإدارة الجديدة وضع الحكومة العراقية أمام اختبار معنا أو ضدنا، وهو الاختبار القاسي نفسه الذي تمسكت به إيران سنوات وأجبرت الطبقة السياسية على الإذعان له. لا تقوم فلسفة المنبطحين على تحويل العراق ساحة إيرانية لمعاقبة أمريكا أو دول الشرق الأوسط، كما أنها لا تقوم على فكرة تحويل العراق إلى ذراع لمعاقبة إيران.
لا يقوى العراق على التكفل بأي من تلك المهمات، وهو أمر قد يتم تفهمه لدى عديد من دول المنطقة، لكن للأسف لا يتم فهمه بعمق من قبل إيران وأصدقائها، والخشية ألا يكون مفهوما كما يجب لدى تشكيلة إدارة ترامب الجديدة. الكاتب يشير إلى أن الانتخابات البرلمانية في العراق قد تكون فرصة جيدة لاختبار ردود الفعل الإيرانية والأمريكية حول العراق، ليس في ساحة الصراع الانتخابي ودعم المرشحين المنسجمين مع نظرية معنا أو ضدنا، بل على صعيد الأمن وسلم المجتمع أولا، واستخدام ورقة الدم كبطاقة انتخاب مجربة أخيرا. سباق الانتخابي في العراق يكاد أن يشبه مهرجانا سورياليا كما يصف الكاتب، يضم عروضا مستحدثة. من هذه العروض الملفتة إعلان عدد من أبناء سياسي الخط الأول عن ترشيح أنفسهم لنيل مقاعد في البرلمان المقبل، وأيضا دخول عناصر من الجنس اللطيف إلى السباق الانتخابي بعدد كبير مما جرى عليه الحال في الدورات السابقة. عبد اللطيف السعدون يرى في صحيفة العربي الجديد أن كل ذلك هو محاولة لخداع الناخب والإيحاء له أنه مقبل على تغيير جذري في المشهد السياسي الراهن الذي سئمه إلى درجة القرف ولم يعد فيه وارد التعاطي معه. ثمة مفارقات تطفو على السطح، من بينها توقع أن ينشط سوق مرادي لتزويد من يريد من المرشحين بوثائق وشهادات مزورة تعينه على الوصول إلى مواقع السلطة من دون عناء، وثمة توقعات لا تخطئ مفادها بأن عددا معتبرا من نواب الدورة الحالية سوف يظلون محتفظين بمقاعدهم بقدرة قادر، ومنهم من تحوط لذلك فأقدم على نقل ولائه من هذا الفريق إلى ذاك، أو عقد تحالفا مع تكتل جديد كان يمحضه العداء وهدفه البحث عن صيد أسمن وأغنى. ومن هوامش السيرك الانتخابي الماثل أيضا أن جموع النازحين الذين ظلوا مركونين في زاوية الإهمال طوال السنوات الماضية حظوا بمقادير من الاهتمام الزائف من مرشحين أغدقوا وعودا عليهم بأن مشكلاتهم سوف تحل، وقدموا لهم معونات غذائية بسيطة بطريقة مهينة، كما حظي جرح حرب الموصل بزيارات من مرشحين وعدوهم بتوفير العلاج لهم بعد فوزهم بحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان الذي رصد أيضا محاولات مرشحي أحزاب معينة شراء ذمم الناخبين بمنحهم قطع أراضي وهمية أو دفع $100 مقابل البطاقة الانتخابية أو توزيع بطاقات شحن الهواتف النقالة أو ملابس رياضية على الشباب. الكاتب يقول إنه في الأيام الباقية القليلة التي تفصلنا عن يوم التصويت الموعود سنرى ونسمع عن عروض أخرى ربما تكون أكثر مرارة وأكثر إثارة للضحك أيضا، لكنه الضحك الذي يشبه البكاء، وعندما تبدأ الدورة البرلمانية الجديدة سيكتشف المواطن المغلوب على أمره أن جديدا لم يحدث ولن يحدث، ومكتوب عليه أن يظل ينظر إلى المستقبل. أطلق كثير من الكتاب والمحللين سيولاً من التوقعات المتفائلة جداً بمقدم جون بولتون إلى موقع مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذهب بعض منهم بعيداً فنسج قرارات ومواعيد لحرب جديدة وشيكة مؤكدة سيشنها الرئيس دونالد ترامب بتأثير بولتون ووزير الخارجية الجديد مايك بومبيو وباقي صقور إدارته الأشداء ضد نشاط النظام الإيراني في المنطقة وضد نفوذه وتحديداً في العراق ثم في سوريا واليمن بعد ذلك. إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن حساب الربح والخسارة لا مكان فيه لصداقة أو عداوة عند ترامب. هذا يعني أن ترامب كان جاهلاً بطبيعته الإرهابية ونشاطه في المنطقة، أو يعني أنه لم يكن يدري بأن قاسم سليماني هو الحاكم الحقيقي في العراق وسوريا واليمن ولبنان، أو يعني أنه لم يسمع ولم يقرأ تهديدات ميليشيات الحشد الشعبي لسلامة القوات الأمريكية المتواجدة في بعض القواعد المتناثرة في العراق،
ويعني أيضا أنه كان عاجزا عن التحرك ضد عبث النظام الإيراني بأمن المنطقة، وأنه كان ينتظر دخول الصقرين الجديدين بولتون ووزير الخارجية الجديد مايك بومبيو إلى حديقة أسوده ونموره الآخرين ليفي بوعوده التي قطعها على نفسه مرارا، ويشن حربه المؤجلة ضد إيران وجواسيسها ووكلائها المحليين. وبناء على ما تقدم، يكون أغلب ما يقال عن حروب قادمة سيشعلها صقور الإدارة الأمريكية ضد إيران، وتحديدا ضد نفوذها في العراق واليمن وسوريا، كلاما ليس له رباط. فأي شيء لن يحدث إلا إذا أراد ترامب، ولا يريد ترامب إلا إذا أدرك أن ذلك الشيء صفقة مجزية في حساب الربح والخسارة، وحساب الربح والخسارة لا مكان فيه لصداقة أو عداوة، فكل شيء بثمن. لكن الكاتب سيستدرك بالقول إن الكلام عن دكتاتورية ترامب وتفرده بالقرار وعدم قدرة أحد من وزرائه ومستشاره على تغيير رأيه، رأي له أو قناعة له، لا يعني أنه ليس عازما على ردع النظام الإيراني إذا تخطى حدود ما تسمح به المصالح الأمريكية العليا من دور له في الإقليم، خصوصا وأن المنطقة التي تتلاعب بها إيران تبقى برغم كل المتغيرات مربط خيول أمريكا ومصدر رزقها الكبير. هل عادت موسكو إلى النغمة الأولى التي عزفت عليها عند بدء تدخلها العسكري في سوريا قبل 3 سنوات؟ ربما. فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين إن موسكو اتخذت قرارها بشأن سوريا انطلاقاً، أو كما يقول انطلقنا من البيانات التي كنا نملكها والتي أثارت قلقها، والمتمثلة بوجود 2000 شخص من روسيا كانوا ضمن صفوف داعش وجبهة النصرة. محمد كريشان يرى في صحيفة القدس العربي أن الهجمة الدبلوماسية الغربية الكبيرة ضد موسكو وتصعيد الضغوطات عليها عبر طرد الدبلوماسيين هي ما دعت موسكو إلى التعلل من جديد بهذه الحجة. القيادة الروسية تفضل العودة من جديد إلى مربع الحديث عن محاربة الإرهاب في سوريا من أضيق أبوابه، أي الدفاع عن روسيا من إرهاب محتمل سيعود إليها عبر أبنائها المنخرطين في النزاع هناك. كلام بوتين عبارة عن رسالة واحدة مفادها أن ما تفعله موسكو في سوريا هو تقريبا دفاع شرعي عن النفس يجب أن نشكر عليه لا أن ننتقد، لأنه جنبكم ويلات عدة، ونحن مع ذلك مستعدون لتفهم هواجسكم ومخاوفكم، وقادرون على تسوية الأمور مع أنقرة وطهران، ولا أحد أقدر منا على ذلك. يأتي كل هذا الكلام الروسي عن سوريا في وقت يعيش فيه أهالي الغوطة الشرقية مذلة الاعتقالات والتجنيد الانتقامي وتقسيم العائلات وتشريدها، بعد أسابيع من القصف المتوحش عليهم من الطيران الروسي وطيران النظام معا، بذريعة أن إرهابيين يوجدون هناك، وهو كلام على افتراض صحته الكاملة أو المنقوصة لا يعطي لأحد الحق في تدمير ممنهج للمباني وقتل للمدنيين وبالأسلحة المحظورة دوليا، لمجرد أن ما قيل هو فعلا كذلك. الكاتب يقول إنه لو حصلت روسيا من العرب أو بعضهم على الأقل على معاملة مماثلة لما يفعله الغرب بها الآن لما تجرأت على السوريين كما تجرأت، ولما واصلت كما تواصل، سواء على الأرض أو في تصريحات قياديها الذين يبدون كمن يحركون السكين في الجرح بعد رشه بالملح. أيضا
بعيدا عن السياسة. أصاب مقطع فيديو لأنثى في الأفيال البرية في الهند تطلق رمادا عند الزفير خبراء في جميع أنحاء العالم بالحيرة، وحيث إنه الوثيقة الأولى لما يبدو أنه فيل مدخن بحسب صحيفة الخليج الإماراتية. وتم التقاط الفيديو في عام 2016 من قبل فيناي كومار، وهو عالم من الفرع الهندي لجمعية المحافظة على الحياة البرية في غابة نجار هول فورست، ولكنه نشر مؤخرا بعد أن أدرك الخبراء أهميته البيولوجية في الفيديو. وفي الفيديو ظهرت الفيلة وهي تقف بالقرب من بساط من الفحم هو جزء من أرض غابة محترقة، وتبتلع الفحم على ما يبدو، ثم تطلق الفيلة رمادا عند الزفير فيما ظهر كأنه نفث للدخان قبل أن تمضي. وقال كومار إن هذا السلوك الغير عادي بشكل لا يصدق لفيل ينفض الرماد يحير المجتمع العلمي برمته. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.